بعد ما عرفنا القيم العددية للرياكشنز نقدر نبتدي نوجد الشير والمومنت والنورمال فورس عند كل جوينت أمامي، ومنها أقدر أعرف الشير والمومنت والنورمال فورس بالممبرز A B B C والممبر الأخير طبعا C D. علشان نفهم الموضوع لابد نستوعب الرسمة الآتية. إذا أنا عملت قطع عند النقطة B راح ألاقي أن عندي قوة في اتجاه الأكس وتسمى بي أكس، وقوة في اتجاه الواي وتسمى بي واي، ومومنت تسمى ام بي. البي واي تمثل النورمال فورس القوة المحورية، والبي اكس ممكن تمثل على المنبر اي بي تمثل قوة الشير، وهذه تمثل البندنج مومنت اللي هي ام بي. طبعا نقطة البي موجودة على الممبر اي بي وموجودة بنفس الوقت على الممبر بي سي. لاكتمال عملية الاتزان بين النقطة بي على المنبر بي سي والمنبر بي اي او اي بي يتم عكس اتجاه كل من المومنت والبي واي والبي اكس. فالبي اكس اذا كانت متجهة الى اليمين على المنبر اي بي فهي تكون متجهة الى اليسار مثل ما احنا شايفين على المنبر بي سي، واذا كانت المومنت تدور عكس عقارب الساعة على المنبر اي بي وعند النقطة بي فعلى المنبر بي سي عند النقطة بي تدور مع عقارب الساعة، وكذلك البي واي اذا كانت الى الاعلى عند النقطة بي على المنبر الاول تكون الى الاسفل عند النقطة بي على المنبر الاخر. ونلاحظ شغلة اخرى، الشغلة هذه تقول ان القوة اللي كانت تعتبر شير فورس في المنبر اي بي تعتبر نورمال فورس بالمنبر بي سي، والعكس القوة اللي كانت تعتبر نورمال فورس في الاي بي اصبحت قوة شير فورس في المنبر بي سي. الان العلاقة بين النقطة بي والنقطة سي، النقطة بي في عندها فورس الى الاسفل اسمها بي واي، لابد من معادلتها بقوة الى الاعلى وتسمى سي واي لان النقطة اسمها سي، فالفورس اللي موجودة هنا تأخذ اسم النقطة، ولكن اتجاهها لابد انه يعاكس اتجاه القوة الموجودة على النقطة بي. كذلك النورمال فورس بي اكس لابد ان تعاكسها النورمال فورس سي اكس، والمومنت ام بي لابد ان تعاكسها المومنت ام سي. اذا حبينا نفكر بالنقطة سي على المنبر بي سي والمنبر سي دي نجد ان نفس العملية اللي قمنا فيها بنقل القوة هذه مع المومنت مع تغيير الاتجاه تتم بين النقطة سي على المنبر الاول والنقطة سي على المنبر الثاني. القوة سي واي متجهة الى على النقطة سي في هذا المنبر فهي متجهة للاسفل في هذا المنبر، والنورمال فورس سي اكس متجهة اليمين اتجهت الى اليسار في المنبر الثاني، والمومنت كانت تدور عكس عقارب الساعة اصبحت تدور مع عقارب الساعة. الآن يمكننا دراسة كل منبر أو كل عنصر على حدة. نبتدي بالمنبر الأول، منبر AB. منبر AB نطبق عليه الثلاث معادلات اللي هو الإكوليبريوم إكويشنز. سيجما اف اكس يساوي صفر. ما هي القوة الموجودة على اتجاه الاكس؟ 30 30 هذه والبي اكس. اذا يتم جمعهم جمع جبري مع الاخذ بالاعتبار ان اذا القوة اتجهت الى اليمين فهي موجبة واذا اتجهت الى الشمال فهي سالبة. اذا اقدر اقول ان بي اكس زائد 30 ناقص 30 الرياكشن تساوي صفر، ومنها استنتج ان البي اكس تساوي صفر. اطبق معادلة السيجما اف واي، سيجما اف واي تقول بي واي الى الاعلى ماينس 9.33 الى الاسفل تساوي صفر. بكل بساطة حصلت على قيمة عددية البي واي وتساوي 9.33 كيبس. واذا اخذت المومنت حوالين النقطة بي
راح أجد أن المومنت الأولى ام بي، وأيضا اتجاه الدوران الموجب هو عكس عقارب الساعة. المعادلة الثالثة اللي هي محصلة المومنت حوالين النقطة بي، أول شيء ابتدي بالنقطة أو ابتدي بالمومنت ام بي زائد 30 في 7 واتجاه الدوران موجب زائد اللي هي علامة السيجما، أبطل قوس، 30 الأخرى ضرب 15 لكن اتجاه دوران هذه عكس اللي أنا فارضة، إذا تأخذ إشارة سالبة. وإذا حليت هذه ألاقي أن الام بي تساوي 240 كب بالقدم. أنا كذي حصلت على ثلاث مجاهيل بي اكس والبي واي والام بي. الآن أنقل كما رأينا القيم هذه لكن مع تغيير الاتجاه فقط وعدم تغيير الإشارات، فممكن أروح للمنبر بي سي. أنا هني حطيت القوة اللي هي ام بي بي اكس والبي واي والسي واي والسي اكس والام سي مثل ما تكلمنا عنهم، وبعدين في الرسمة هذه نقلت القوة مع عدم تغيير الإشارات. الزيرو طبعا ما راح استفيد منها بس مجازا نحطها على أساس نعرف الخطوات الكاملة. إذا حليت سيجما اف اكس راح ألاقي عندي أن السي اكس تساوي صفر لأن القوة اللي تعادلها فقط هي القوة زيرو اللي جاية من البي اكس. وإذا طبقت السيجما اف واي راح ألاقي أن 9.33 إلى الأسفل سالبة، سالب 20 زائد السي واي تساوي صفر، إذا السي واي تساوي 29.33 كبس. وإذا طبقت المومنت راح ألاقي عندي أن الام سي زائد 20 في 5، العشرين هذه في الخمسة المتبقية هذه الام سي، والـ20 في 5 ناقص 240. ليش ناقص؟ لأن هذه مع عقارب الساعة. راح ألاقي أن الام سي راح تساوي زيرو. ما في أي مانع أن احتل المومنتس الموجودة في الفريم أن تساوي زيرو. إذا أنا حصلت من المنبر بي سي حصلت على الام سي والسي اكس والسي واي. مرة أخرى يتم نقل هذه القوة والمومنت إلى المنبر اللي بعده مع تغيير الاتجاه فقط، منبر سي دي. أنا نقلت الام سي والسي واي والسي اكس لكن غيرت اتجاههم، المومنت هني مع عقارب الساعة لكن هني عكس عقارب الساعة، السي اكس الى اليمين، السي اكس الى اليسار، السي واي الى الاعلى، السي واي الى الاسفل. طبعا انا طلعت ان الام سي والسي اكس والام سي تساوي صفر، عفوا هني في خطأ مطبعي، هذه المفروض تكون ام سي، اذا هذه تكون ام سي تساوي زيرو. اذا الام سي تساوي صفر والسي اكس تساوي صفر، انا هني تخلصت من السي اكس والام سي، بقالي السي واي. شلون اقدر اطلع السي واي؟ اذا حسبت سيجما اف واي، اذا الدي واي ماينس 29.33 تساوي صفر، اذا الدي واي تساوي 29.33، وهذا الشيء طبيعي لان الدي واي هو الرياكشن عند الرولر اللي موجود في المنطقة هذه. اذا مثل ما انا كاتب نوت that verifies the value obtained for the vertical reaction at point D، اذا حلنا يؤكد ان الرياكشن اللي وجدناه كان صحيح. بهالطريقة أنا أوجدت كل القوة والمومنتس عند النقاط A و B و C و D.